اول ما تشوف النضاره دي هتفكرها نضاره شمس، ولكن في نضاره سمارت على موقع اوكازيون.com. يلا بينا. المنتج ده حصري على موقع اوكازيون.com. طلع ان معانا النهارده من شركه برو وان. خليني اقول لك ان انت لو حبيت تشتري نظاره شمس، اول حاجه بتدور عليها الماركه تكون كويسه عشان خاطر العدسات تحميك فعلا من اشعه الشمس الضاره وما توجعش عينيك. النظاره اللي معانا النهارده هي سعرها قريب من نظارات الشمس كواليتي المحترم او كواليتي الكويس، ولكن فيها ميزه حلوه قوي وهي انها نظاره سمارت بلوتوث. خليني اكلمك الاول عن النظاره برو وان. نظارة شكلها شيك جدا، بتيجي بعدسات وبتيجي بمقاس واحد بس. او بس اكلمك عن شياكتها، هي بتيجي معاها جراب زي ما انتم شايفين كده لاكتمال الشياكه، بتفتح الجراب كده ده الشكل كده، حاجه شياكه جدا. انبوكسنج للنظاره، الباكنج محترم قوي بصراحه، وعليه كيو ار كود وعليه كل حاجه بتبين لك ان هو اوريجينال وكاتب لك تفصيل المنتج. تعالوا نفتح، بنلاقي اول حاجه بتقابلنا الاكسسوري بوكس او علبه الاكسسوارات، بيبقى مكتوب عليها 100% اوريجينال زي ما احنا شايفين كده، واللوجو بتاع برون. اول ما بنفتح بنلاقي منديل بتاع النضاره، وده اساسي طبعا. وبعد كده بنلاقي كابل الشحن، بيكون من نوع تايب سي ليو اس بي. بعد كده بنلاقي كتيب التعليمات او كتالوج، وبيكون باللغه الانجليزيه ومشروح في كل التفاصيل للمنتج، وما بنلاقيش بعد كده اي حاجه في بتاعه الاكسسوارات. واخر واهم حاجه النظاره تبقى موجوده في بوكس خامه محترمه قوي، قوي بيستحمل الخبطات، الماتيريال بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين كده، كمان في زي ماجنتيك او مغناطيس كده بيقفل البوكس جامد جدا. اول ما بنفتح البوكس بنلاقي الخامه من جوه زي شمواه كده، تبقى ناعمه عشان خاطر ما تبوظ او تجرح النظاره. النضاره طبعا بتتكلم عن نفسها، الماتيريال جامد جدا، النضاره تحفه جدا زي ما احنا شايفين مع بعض على الطبيعي. خليني اقول لك بقى الابعاد بتاعتها عشان تبقى عارف مقاساتها بالظبط. حوالي 51.9 في 142.6 في 143.2 ملي متر. تقريبا انا شايفها بتقبل على كل الوشوش، شكلها حلو جدا. خليني كمان اقول لك على حاجه، ان انت لو عايز تغير العدسات دي بعدسات نظر مفيش اي مشكله خالص، تقدر تشيلها واي حد بتاع النظارات يغيرها لك بعدسات نظر. في عدسات طبعا نظر بتقلب معاك في الشمس لون اسود او بني، فبرضه هتكون نظاره شمس او نظاره نظر شياكه جدا. خليني اقول لك المكونات بقى، او مصنوعه من ايه زي ما هو كاتب على العلبه، زي ما انت شايف الديزاين كده. الفريم بيكون من ماده اسمها بي سي، والعدسات لينس بيكون من ماده التي اي سي. خلينا بقى اقول لك اهم حاجه الوزن، يعني عشان ما تحسش انها تقيله بقى، دراعاتها تبقى تقيله فيها سماعات والنضاره مختلفه، لا لا، وزنها 31 جرام بس، يعني خفيف جدا على الوش. خلينا نكلمك عن التفاصيل، نشوف مع بعض الشكل الخارجي. زي ما احنا شايفين كده ترى فيها دراعات بتاعتها، زرار الباور ده، وما جنبيه مكان الشحن، بتشحن بنوع تايب سي يعني شحن اسرع. كل القصه او كل الاوبشن اللي موجود بشكل شيك جدا ومش باين ولا مقصر في شكل النضاره ولا مغير في شكلها، ان يبقى شكلها غير مألوف يعني عن نظارات الشمس، لا. زي ما احنا شايفين كده فتحه السماعات موجوده هنا وهنا، بحيث انها تبقى ورا الودن بالظبط. فانت لما هتلبس النضاره كده وتشغل زرار البلوتوث كده، هتسمع صوت النضاره وهتبحث عليها على اي موبايل، تشتغل معاها على اي موبايل اندرويد او ايفون، مفيش اي مشكله خالص. بس زي ما احنا شايفين دلوقتي كده تعمل لها اقتران بلوتوث، وبتشتغل ببلوتوث فيرجن 5، يعني اتصال سريع بدون اي تقطيع ولا اي مشكله. هتقدر بقى تسمع اي موسيقى على تليفونك على النضاره، هتقدر ترد من خلال النضاره، من خلال الزرار اللي موجود في النضاره، ضغطه واحده بس هترد، ضغطه واحده تقفل طاره، صوتها حلو جدا. لو انت بتسمع موسيقى صوت عالي اقدر اوقف من الزرار البوت من تحت هنا ضغطه كده، واقف معاه واشغل كمان برضه عشان ابقى امين معاك. لو انت في مواصلات او قاعد في مكان جنبيك حد هيبقى سامع، لان السماعه تبقى من بره زي ما انتم شايفين كده، هيبقى سامع الموسيقى لو انت معليها على الاخر، لكن لو موطي الصوت شويه انت بس اللي هتكون سامع. في المكالمات حقيقه صوت لو زي ما قلت لك منخفض انت ما حدش هيبقى سامع حاجه حواليك، لو عليت حتى الصوت برضو بنسبه 80 او 90% ما حدش هيبقى سامع انت بتكلم مين او كده. بس زي ما انتم شايفين كده لو انت سايق عربيه انسى بقى المخالفات وانسى الرادار وانسى كل حاجه، لان محدش هيبقى شايف انت بتتكلم في ايه. بس هو ممكن الناس تفكرك مجنون انت بتتكلم من غير ايربود ولا اي حاجه. بنتكلم عن الصوت، فالسبيكر او السماعات الداخليه للسماعه بتيجي بحجم ملف صوت 16 في 9
ملي، ده الدرايفر او الملف الصوت بتاعها، تيجي بتردد 20 هرتز. وخلينا نشوف تجربه للنضاره في مكان مفتوح، الصوت والتسجيل اللي انت هتبقى سامعه دلوقتي ده تسجيل الصوت من النضاره كده. تيست للمايك بتاع النضاره في مكان مفتوح، وده الصوت اللي انا بكلمكم منه دلوقتي ده كده صوت المايك بتاع النضاره نفسها، ومش عارف كده الصوت هيبقى عامل ازاي معاكم، بس ده كده تيست للمايك. وبما اننا كنا في مكان مفتوح فالنضاره بتقدر تسيبها او تبعد عن الموبايل في نطاق مفتوح، يعني مفيش حوائط او عوازل، حوالي 15 متر. اكتر من كده الصوت هيبتدي يقطع معاك، وده الطبيعي في اي ايربود او اي سماعه. ايه يا مصطفى، ايه عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لك انا بكلمك دلوقتي من حاجه غريبه وجديده كده. حاجه غريبه وجديده؟ ايه مثلا؟ اللي بيتكلم مثلا من تليفون بس ربطه مثلا بايربود، بهيدفون، بسماعه سلك، صح كده؟ لا انا بكلمك من نظاره. بكلمك من نظاره السمارت، وده صوت النضاره في مكان مفتوح. انا في الشارع دلوقتي كده، حاسس باي فرق او اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه. عملتها ازاي نضاره؟ نضاره سمارت جبتها من موقع اوكازيون. جبتها عامل ازاي يعني؟ مفيش اي حاجه في وداني ايه، والتليفون اهو، انا لابس نضاره وبتكلم منها. على فكره ده في الصوت دي تبقى جميله جدا، والصوت بتاعها حلو. يعني انا في الشارع اهو وسامعك، وانا سامع الشارع ومفيش اي ضوضاء، يعني انا مش سامع اي حاجه في الشارع خالص. انا في نفس الوقت سامع الشارع، انا ممكن لو لابس هيدفون والعربيه دي كانت معديه من ورايا كنت هبقى سامعها، لكن انا دلوقتي انا سامع وداني فاضيه مفيش اي حاجه خالص. السماعه نفسها جوه النضاره، او النضاره نفسها انا بتكلم منها. ايوه بس حبيتها بيرك، بس ايه رايك؟ لا جميله جميله وفكره جديده. تمام ماشي تمام، بالتوفيق يا ريس. شايف اللوجو ده تاتش، وفايدته ان هو بيعلي الصوت ويوطي الصوت عن طريق ان انت هتلمس ضغطه مطوله على اللوجو كده اهو، الصوت هيقطع معاك زي ما انتم شايفين. وكمان لو حبيت اعلي الصوت بقى، بص الجمال بقى في الحته دي، تسحب كده الصوت هيعلى معاك. يعني من الاخر اوبشن جامد جدا في النضاره السمارت. نسيت اقول لك ان الصوت ده صوت النضاره، يعني انا عامل لها كونكت على الموبايل دلوقتي، وده تسجيل صوتي في المكان اللي احنا فيه من المايك بتاع النضاره. ايه رايك بقى في الصوت؟ البطاريه هو كاتب عليها انها بتيجي ب 120 ملي امبير، طبعا رقم مش قليل خالص، رقم كويس او بالنسبه لسماعات او طريقه سماعات. وهو كاتب على العلبه انها بتقعد في وضع الاستعداد، يعني هي شغاله بس انت مش عامل لها اقتران، يعني هي شغاله بس مش عامل لها اقتران بلوتوث، حوالي 200 ساعه تقعد شغاله مكالمات وبلوتوث من 4 لـ5 ساعات متواصل. بتشحن بقى في قد ايه؟ وهنا النقطه دي مهمه قوي، بتشحن في حوالي ساعه ونص بس. اهم حاجه وانت بتشحن السماعه او بتشحن النضاره، خلينا نقول عليها النضاره، ان انت بتشحنها بالكابل بتاعها على لابتوب او كمبيوتر او باور بانك يكون 1 امبير، زي ما احنا منوهين دايما ما وصلهاش خالص على راس الشاحن، لان دي هتبوظ معاك اي حاجه، مش شرط النضاره، هتبوظ معاك ايربود، هتبوظ معاك ساعه، اي منتج الكتروني الشركات كلها بتكتب على العلب ان هو يشحن بشاحن اقل من 2 امبير، وانا بقول لك 1 امبير. في النهايه المنتج ده يستحق الشراء ولا لا؟ بص انا رايي بصراحه، في ناس ما بتحبش تلبس ايربود، ما بتحبش اي حاجه في ودانها، تبقى طبعا عايزه ترد على المكالمات سواء وهي سايقه او ماشيه ايا كان. فانا بصراحه شايف ان الحل ده جديد وعملي، ان هو هيقدر يسمع الموسيقى اللي هو عايزها، او يقدر يرد على المكالمات وهو لابس النظاره للشمس بقى، او لو هو غير عدسات بتاعتها النظر ايا كان. سعرها مناسب، سعرها قريب جدا من النظارات الشمس المحترمه اللي بتقدم كواليتي كويس، الكميه بتاعتها محدوده. هسيب لك رابط الشراء اسفل الفيديو في الوصف واول كومنت من خلال موقع وتطبيق اوكازيون.com والتجربه قبل الاستلام. ده كده صوت النضارة على الطبيعة.
ترجمة.